بقول هذا الكلام لان انشاء مدينه زي دي زي كل المدن الجديده لما بدانا هذه المنظومه منذ يعني تولي فخامه الرئيس مجموعه المدن الجيل الرابع، ناس كتيره تساءلت هو انتوا بتعملوا المدن الجديده دي ليه؟ تاني انا بقولها، احنا مش بنعملها لينا احنا، احنا بنعملها لاولادنا واحفادنا عشان يجدوا مكان سليم يعيشوا فيه. زي يعني هقولها تاني، لو كان اللي قبلينا من 30 سنه و40 سنه خططوا صح كان طلعت الأجيال اللي احنا بقينا منها كلها وجدت أماكن على الأقل آمنة ومخططة سليمة إن هم يعيشوا فيها.